رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه. هسه ما أدري طالعين سرية إلى آخر المو أصحابه. صار مبيتهم ليلة من الليالي بصحراء، كتب التاريخ تقول عنها قرعاء. قرعاء يعني هاي الصحراء بيها عشب وما بيها، ما بيها قرعاء يعني ما بيها، لا بيها شجرة ولا بيها عشب، صحراء قاحلة. النبي قال لي شوف 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 النبي قال لأصحابه، قال لهم جمعوا لنا حطب. قالوا له يا رسول الله الأرض شنو؟ قرعاء. ما قال لهم تقدروا له تفرقوا. هذا شاب وحدة ذاك اثنين ثلاثة اجتمعوا صار تلمل حطب. رسول الله قال لهم هكذا تجتمع الصغائر ذنوب فتصير كبائر. هكذا هو يا رسول الله على شنو خليتهم يبحثون ويجمعون ويتعاونون؟ هو هذا المثال هذا نفسه. قلهم قلهم هسه اذا ترحون تجمعون على خشبه خشبه مثلا يصير انتل الذنوب. لا لا قلهم روحوا اجمعوا جمعوا صار تل. قلهم هكذا تجتمع الصغائر فتصير كبائر. ذنب منا ذنب منا ذنب منا ذنب منا ذنب منا نظرة حرام منا حجاية منا يجتمعان يصير هالشيء. هذا المفهوم الراد يوصله، وصله بأي طريقة، إنزاله على أرض الواقع حتى تأثيره يكون أكثر أقوى